السلام عليكم غزال ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين بأحوال جيدة. مرحبا بكم في لاشين ديالي هشام أمالك. إلا كنتي جديدة ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم أي فيديو درتو يوصلكم. ومرحبا بكل واحد متابع قناة هشام أمالك من داخل المغرب ومن خارجها. كما راكم تشوفوا هاد النهار بغيت نهضر لكم على الموضوع هي أنواع بطاقات الإقامة في بلجيكا. أول بطاقة كاينة هي بطاقة أ، مدة الصلاحية هي سنة واحدة، كتعطى الأجانب المقيمين في بلجيكا بصفة قانونية، كتعطى لهم بعد ما كيحصل على إقامة مؤقتة. هاد البطاقة صالحة لمدة سنة، كتعطى لهم إما كيخدموا هنا بصفة قانونية هنا، أو كتعطى حتى اللاجئين. هاد البطاقة كتجدد كل سنة من بعد ما يدلي بالوثائق المطلوب بها. وايضا كاينه يعني البطاقه بي، هذه البطاقه بي كتاخذ من طرف الاجنبي من بعد المرور 5 سنوات في بلجيكا. شروط ديالها كما شروط البطاقه ا، فقط كيدلي بانه كيتوفر على عمل وكتتجدد وكيعطيو له البطاقه بي. بالنسبه للبطاقه ا و بي فهناك يعني الأجنبي دائما يكون تابع المكتب الأجانب لفيزي ديترونجي، يعني يكون دائما تحت سلطة مكتب الأجانب، هو دائما اللي كيقرر الإقامة ديالو هنا في بلجيكا. كاينة بطاقة أخرى هي بطاقة سي، هاد البطاقة سي كتطلب أيضا بعد مرور 5 سنوات من الإقامة ديال الأجنبي في بلجيكا بعد الإدلاء بالوثائق اللي كيطلبوا له هاد البطاقة. الفرق ما بينها وبين بي الإشارة أن البطاقة بي صالحة إلى 5 سنوات والبطاقة سي صالحة إلى 5 سنوات. الفرق ما بين البطاقة سي وبي هو أن البطاقة سي كتخول أجنبي أنه يتحول من مكتب الأجانب إلى مكتب المواطنين، يعني كيولي مواطن في هذا البلد رغم أنه لم يحصل على الجنسية البلجيكية في هذا البلد. فمكتب الأجانب وزير الصحة، ما كيبقاش مسؤول على هذا الأجنبي، يعني أي قرار ما يتاخدوش في حق مكتب الأجانب، يعني كيولي مواطن. غادي ندوزو للبطاقة أخرى، إلى بطاقة أخرى هي البطاقة دي. هاد البطاقة دي هي أيضا صالحة إلى 5 سنوات، لكن الفرق ما بينها هي كتخضع القانون الاتحاد الأوروبي. بمعنى هاد البطاقة من يطلبوها الأجنبي غادي تكون له شروط دائما، يعني خاصه بشروط، ماشي غادي يجي ويطلبها. الشروط هما ضروري يكون عنده العمل والإقامة 5 سنوات وتوفر على سكن، يعني يكون عنده السكن، وعدم حصول على سوابق قضائية. هاد البطاقة كتطلب من طرف الأجنبي بطبيعة الحال، كتعطى إلى من بعد إقامة في بلجيكا 5 سنوات. لكن الفرق ما بين البطاقة دي والسي وبي، فالبطاقة دي هي إقامة اللي إلى بغينا نقوله أن الاتحاد الأوروبي قبله كمواطن أجنبي في الاتحاد الأوروبي. هاد البطاقة الخاصية ديالها كتحول، يعني تخوله أن هاد الأجنبي الحاصل على البطاقة دي أنه يذهب إلى أي بلد أوروبي، يعني يقدر يتحول من بلاص لبلاص بقصد العمل، يعني بالقصد العمل يمشي يخدم، بخلاف البطاقة بي أو سي. هذا هو الفرق ما بين دي و بي و سي. ندوزو إلى بطاقة أخرى هي أو، هذه البطاقة أو هي صالحة إلى مدة 5 سنوات، كتعطى الأجانب الحاملين الجنسية الأوروبية، يعني بمعنى الأوروبيين المقيمين في بلجيكا، ملي كيجيو لبلجيكا ويبحثوا عن العمل ويجدوا العمل فكتعطى لهم هاد البطاقة.
اللي هي اسمها أو صالحة إلى مدة 5 سنوات. هذه البطاقة فهي يعني كتعطى دائما من مكتب الأجانب، يعني هذا الأوروبي رغم أنه حامل الجنسية الأوروبية فهو يعتبر أجنبي في بلجيكا. بطبيعة الحال دائما تجدد بشروط، يعني كتكون مرهونة بالعمل ديالو. إلا فقد العمل ديالو هاد الأوروبي في بلجيكا، في يعني في الأحوال مكتب الأجانب كيصيفط له إنذار، يعني باللي يقول له أنه ما يمكنش يبقى بدون عمل. أي صيفط له الإنذار باش يقول له ما تقدرش تجلس بدون عمل، خاصك ضروري العمل. يعني نقولوا كتجدد له هاد البطاقة. من بعد ذلك كاينة بطاقة أو بليز. هاد البطاقة أو بليز كتطلب من طرف الأجنبي الحامل الجنسية الأوروبية بعد مكوثه في بلجيكا 6 سنوات. هاد البطاقة هي اللي كتخولو الانتقال من مكتب الأجانب إلى مكتب المواطنين، بمعنى أنه ما يبقاش مرهون بمكتب الأجانب، كيولي في مكتب المواطنين. في هذه الحالة في حالته إلى فقد العمل ديالو فبالطبيعة الحال ماشي مشكل، كيبقى متواجد في بلجيكا، يحق له يطلب المساعدات ويمشي تكون عنده مساعدات تعويضات عن البطالة. المساعدات يعني الخاصة بالبلدية اللي هي CPS. كاينة عاوتاني ندوزو بطاقة أخرى هي بطاقة F. هاد البطاقة F كتعطى الأجانب. البطاقة F البنات هي اللي عندي باش تكونوا عارفين، أنا عندي بطاقة ديال F إن شاء الله راني غادي ندفع F بليس. مهم غادي نوصلوا F بليس غادي نهضروا عليها. البطاقة F هي كتعطى الأجانب اللي هما متزوجين إما بلجيكي حامل الجنسية البلجيكية، أو كتعطى أيضا للأجنبي المتزوج بالشخص مقيم في بلجيكا حامل الجنسية الأوروبية مش بالضبط الجنسية البلجيكية. كتعطى لهم هذه البطاقة صالحة إلى مدة 5 سنوات. وكاينه البطاقة أخرى هي إف بليس، هي اللي قلت لكم عليها أنا غادي ندفعها إن شاء الله. ولكن باش تبغي تدفع إف بليس خاصك مدة 6 شهور، غادي يعطيوك إف بليس دير عليها الدوموند ويعطوها لك. مهم بطاقة إف بليس هي نفس البطاقة إف كتعطى الأجنبي يعني اللي متزوج من بلجيكي أو شخص أوروبي حامل الجنسية الأوروبية، لكن الخاصية ديالها مثل أو بليس كتخوله أنه يتحول من مكتب الأجانب إلى مكتب المواطنين. ما كتبقاش الإقامة ديالو مرهونة بشي شروط. إذا كان هناك بحال نقولو حالة الفراق ما بين الزوجين، هاد البطاقة إف كتخولو إف بليس كتخوله المكوث في بلجيكا بالنسبة للزوج وللزوجة. وكاينه بطاقة أخرى هي البطاقة البرتقالية. بطاقات البرتقالية كتكون يعني مؤقتة لمدة 6 أشهر ولا يمكن العمل بها يعني في بلجيكا. وسابقا قبل 2019 كان الشخص قبل العمل يأخذ إذن من البلدية، أما بعد 2019 أصبح يكتب خلف البطاقة أنه يمكن العمل أو لا يمكن العمل. يعني قبل 2019 داروا لهم باللي إلى هاد الشخصية يقدر يخدم كيكتبوها له في البطاقة ديالو يقدر يخدم ولا ما يخدمش. مهم البنات نتمنى يعني هاد الموضوع اللي درتو لكم يكون الإعجاب ديالكم، وتكونوا يعني بجد استفدتوا معايا، ونتمنى نكون نفيدكم بجميع المواضيع ديالي. كما كتشوفوا دائما نجيب لكم مواضيع على الهجره، وكنشكر يعني كل واحد درهم دعمني في لاشين ديالي شين ومالك وكيدعمني في لاشين ديالي. نخليكم حتى الفيديو الجاي، ما تنساوش دائما تبارطاجي القناه ديالي في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائده على كل واحد، تعم عليه فائده، لان اي واحد كيهم هاد المواضيع ديال التجمع العائلي والبطاقات اللي كاينين كاع في بلجيكا. وما تنساوش ديروا لي دائما لايك وابوني والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو. يوصلكم يلا، خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.